ورجعنا لكم بعد الفاصل وزي ما احنا شفنا قضيه قدامنا واحنا عارفين ان برنامج اهدى كايرو تعودنا مع بعض دايما ان احنا بنلقي الضوء على السلبيات عشان نحولها ايجابيات وليس ان احنا بنعرض سلبياتنا من اجل ان احنا عايزين سلبيات ولكن احنا زي ما احنا شايفين ان كانت المشكله مشكله كبيره أكتر من 32 حاله وفاه من طبيب واحد فكان لازم ان احنا نتكلم ولازم ان احنا نلقي الضوء على هذه القضيه لان اصبحت كارثه وهي كارثه طبعا الاعلانات المموله اصبح طبعا الاعلانات عامله زي الغساله الثلاجه اللي بتتباع قسط بقى البني ادم نفس الموضوع العمليه بقت بالقسط وكل واحد بيكون طبعا عنده شايف نفسه عنده مرض او شايف نفسه عنده حاجه معينه مش عاجباه ولقى الشايه بيتعلق بيها فبيجري وبيروح ورا الاعلان وما بيعرفش النتائج لكن بيبقى الكارثه بعد كده ومعانا النهارده واجهه مشرفه من الوجهات اللي موجوده في شبرا الخيمه معانا قياده مشرفه معانا النهارده المستشار ياسر محمد نائب رئيس الوحده الوطنيه لدعم الرئيس الجمهوريه اهلا وسهلا بحضرتك واحنا السعداء طبعا معاك النهارده يعني سعداء بحضرتك النهارده برنامجة. وسعداء ان حضرتك موجود معانا النهارده ببرنامجنا طبعا الاعلام الكبير تامر مشفني طبعا دي حاجه كبيره يعني وسعدنا النهارده بقى ان حضرتك تعرفنا عن اهداف الوحده الوطنيه وعايزين نعرف ايه هي الاهداف اللي موجوده للوحده الوطنيه والانجازات اللي موجوده للوحده الوطنيه لاننا احنا سمعنا العديد والعديد في الفترات القصيره اللي حضرتك فتحت فيها المقر الاخير بشبرا الخيمه عن انجازات كتير اتكلموا فيها في شبرا الخيمه فياريت ريت حضرتك توضح لنا توضح للساده الشديد. والله الوحده الوطنيه لدعم رئيس الجمهوريه المشاره برقم 60 90 لسنه 2019 ورئيس الوحده المهندس جمال فتحي عبد اللطيف رئيس الوحده على مستوى الجمهوريه وانا طبعا نائب رئيس الوحده على مستوى الجمهوريه برضو بوجه طبعا الشكر لهيئه المكتب بس استاذ فضل سياده اتفضل احنا كلنا بنوجه لكم الشكر طبعا كل الشكر والتقدير طبعا لهيئه المكتب مخرج شكر الخيمة المستشار محمد احمد عبد العال المحامي نائب الامين العام بالمحافظه والكابتن عادل المليجي نائب الامين نائب الامين العام بالمحافظه برضه والاستاذ حسن محمد علي رئيس شؤون العضويه والاستاذه تهاني عبد السلام ابو وهدان رئيس شؤون خدمه المواطنين ودائما معانا بدور كويس جدا والاستاذ عصام محمد علي امين مساعد لجنه الصحه برده دايما معانا بدور كويس بالنسبه للصحه والنسبه للناس اللي هي تعبانين والدكتور محمد ناجي بصراحه برضو عامل معانا لقطه كويسه هو الاستاذ عزه بالنسبه للناس اللي هي تعبانين وبيعملوا معانا خدمات قويه جدا وبشكر طبعا الاستاذ شيرين باشا رئيس لجنه الشؤون القانونيه والاستاذ اموني التحاوي رئيس لجنه الصحافه والاستاذ سيد محمد محمد علي رئيس لجنه مكافحه الارهاب والاستاذ عبد الرحمن محسن محمد رئيس لجنه النظم احنا بنشكر حضرتك وبنشكر الساده القائمين على هذا الكيان الكيان اللي احنا شايفينه واجهه مشرفه لمصر وشايفين ان حضرتك ابتديت من هذا الكيان لخدمه المجتمع اللي حضرتك موجود ده فيه أكيد وخدمه المواطن اللي حضرتك موجود برضه من خلال المجتمع اللي انت أكيد. موجود فيه لان احنا عارفين ان المقر في منطقة مليئة بالكثافة السكانية مليئة ب... بالكثافة السكانية زي ما قلنا فيها برضو بعض المشاكل اللي موجودة فيها بعض الخدمات اللي هي بتنقص المكان فعايزين طبعا. نعرف برضو الخدمات اللي حضرتك قدمتوها والله احنا الفترة اللي فاتت دي من ساعة ما فتحنا الحمد لله بفضل الله يعني قدرنا نوظف بعض الشباب في بعض الشركات وفي مترو الأنفاق وأخيرا قدرنا نتوصل في شغل بعض في شرم الشيخ لبعض الشباب برضه حتى احنا مش شرط بس شغل الخيمه بصراحه احنا شغالين على كل المحافظات لان الوحده الوطنيه على مستوى الجمهوريه في اي حته في اي مكان اي حد عاوز يشتغل بفضل الله بنشغله آه ان شاء الله يعني بنعمل برضه اعمال خيريه في في الوحده الوطنيه بنوفر علاج بنسبه مخفضه جدا معنا الدكتور شريف صاحب شركه ادويه وده ادانا نسبه تخفيض بنسبه 30% على كل الادويه وان شاء الله هنجيب منه عينه مجانيه للناس الفقراء في قلب البقر واللي عاوز يجي يصرف لوجيتا الحاجه اللي موجوده ان شاء الله هنوفرها له بدون اي تكاليف. الحاجه الثانيه عملنا بروتوكول تعاون مع مستشفى مستشفيات الدكتور سيد الفيومي وقدرنا ناخد منه تخفيض 30% لجميع الاعضاء بالوحده الوطنيه واسرهم وبشكر يعني بصراحه على شكر والتقدير جدا بقى للدكتور طاهر البربري استشاري النساء والتوليد ده طبعا ده صاحب مستشفى النور التخصصي والراجل ده عامل معانا وجبات مش عايز اقول لك يعني جميله جدا اول حاجه منها ان هو طبعا اي حد من الناس الفقيره او الناس المساكين ان هم فعلا الحاله التعبانه في شبر الخيمه انت عارف طبعا الموضوع دون ان هم لو حد راح للدكتور طاهر بدون اي تكاليف خالص الراجل بيستثنى كل طبعا عن طريق انا في المخرج شبر الخيمه واتفقنا مع الدكتور طاهر البربري برضو بعمل بروتوكول تعاون مع مستشفى نور التخصص اللي هو صاحبها طبعا هو الاخ الفاضل اخوه يعني احنا نقدر نقول ان بالنسبه للوحده الوطنيه عند حضرتك ابتدت ان هي تشوف الحصر بالمشكلات اللي موجوده آه داخل المجتمع اه إذا حاجة كان عندنا طبعا توظيف للشباب آه اذا كان في الصحه طبعا بنحارب موضوع البطاله طبعا لان طبعا ده موضوع قائم في البلد كلها وقدرنا الحمد لله نوفر وظائف كتير بدون اي رسوم اي حد بيتقدم لينا في مقر شبرا الخيمه جميل. لاي وظيفه بنوظفه بدون اي رسوم نهائيا. الحاجه طبعا نرجع تاني لموضوع الدكتور طاهر الدكتور طاهر عمل معانا برضه بتقول تعاون بالمستشفى لعلاج الاعضاء اللي بالوحده الوطنيه على مستوى الالوبيه وجميع المحتاجين برضه بنسبه تخفيض 30% على جميع العمليات حتى عمليات الحقن المجهري ودي كانت لقطه منه بصراحه كويسه جدا يعني للوحده الوطنيه. بوجه الشغل طبعا للأستاذة الفاضلة برضو معانا الأستاذة شيرين نبريم باشا دي محامية وماسكة عندي رئيس لجنة الشؤون القانونية واللي قدمت خدماتها برضو للناس المحتاجين سواء السيدات طبعا دي أهم حاجة عندها طبعا عن السيدات أي حاجة بالنسبة للسيدات هي بتعمل كل حاجة بالمجان ولو في قضية يعني حاجة تانية هي بتقوم بتكاليف بس المحكمة فقط تغيير. ايه المعوقات اللي قابلت حضرتك هناك في مثلا مجتمع زي شبرا الخيمة اللي موجود هناك كوحدة وطنية موجودة هناك بتخدم المجتمع والله لحد الآن دلوقتي ما فيش حد أي حد ما فيش أي إعاقة الحمد لله بفضل الله يعني والناس كلها متعودين معانا هي بس في شويه سلبيات كده هنتكلم معاها مع حضرتك طبعا انت عارف طبعا اكيد طبيعه شبرا الخيمه احنا عارفين يعني مع ده. مع الانجاز اللي اتعمل في شبرا الخيمه ده والمنظر الحضاري اللي اتعمل وان انت تركب الكوبري دلوقتي من هنا لحد مصر الجديده في 10 دقائق الاول كنت بتاخد في ساعه ونص دي حاجه طبعا مشرفه لشبرا الخيمه والشركه اللي اتفتحت في مستورد وتكرم سياده الرئيس فتحها ده برده حاجه مشرفه برده لشبرا الخيمه بس هي قصه كلها في موضوع الزباله لان احنا مش لاقيين له حل يعني, يعني سياده المحافظ برده ده من موضوع الاتلال الكمامه اللي موجوده دا هناك دا الكمامة في الكمامه عندنا في شبرا الخيمه والموضوع ده طبعا ده اذى ناس كتير جدا وبالذات الاطفال والمدارس طبعا ممكن تلاقي مدرسه جنبها كوام زباله وطبعا ده موضوع غير حضاري بالمره والسيد المحافظ كان موجود عندنا في شبرا الخيمه من قيمة حوالي تقريبا 10 ايام وأقال اتنين من نواب الحي ونامل في ان الموضوع ده يتحل في شبرا الخيمه يعني. يعني حضرتك شايف ان شبرا الخيمه فيها اتلال من الكمامه اللي ما زالت لغاية دلوقتي؟ طبعاً وبناشد طبعاً السادة المسؤولين إن إحنا طبعاً في مدارس اليومين دول ابتدى موسم الدراسة افتتح اليومين دول وطبعاً الروايح الكريهة يعني وقتال الكمامة الموجودة خوفاً مضوع. على أطفالنا وخوفاً على صحة المواطنين اللي موجودة هناك فبنطالب السيد المحافظ إن هو يهتم بشبر القيمة ويهتم بالأتلال الموجودة والجبال بس اللي بس موجودة هناك في بعض المناطق يعني. اللي هي موجودة داخلياً وخارجيا على الطرق العموميه ده اكيد ده بالنسبه لموضوع بس في كمان حاجه ثاني كده اكلم حضرتك فيها يعني أه حته الطريق الجديد اللي اتعمل ده طبعا احنا بنتكلم عليه دلوقتي ان هو طريق خرافه طبعا وبيسهل كل حاجه ولكن هنا في عقبه جامده جدا بتقابل كل الناس في شبرا الخيمه ان الطريق ده بيسميه حاليا دلوقتي طريق الموت اللي هو طريق مستورد الجديد, الجديد, الجديد اللي اتعمل الجديد ده يعني. في اكتر من مره وكان اكتر من مره تصريح السيد رئيس الحي ان هو هيعمل مطبات هناك حاجة ولكن في اخيرا مع كل طبعا التحيه طبعا للدكتور بكر عبد رئيس الحي تمام ولكن في تقصير من العمال وفي تقصير برضو لا هو قال ان الشركه نفسها او الطريق ده مش تبعه هو المفروض تابعه. ان الشركه طبعا هي, الشركة هي اللي تعمل الكلام ده حتى لو ما عملتش مطب يعمل حتى على الاقل خالص اشاره مروريه انا هقول لحضرتك قال لك الشركه نفسها رفضت انها تعمل مطبات لتهدئه الطريق لان الطريق ده المفروض ان هو طريق سريع وهو بيحاول حاليا انه يناشد الشركه انها تعمل كوبري مشاة كوبري مشاة بدل احنا من هنا طبعا الدكتور بكر طبعا ان هو يجري في الموضوع ده بنناقش سياده المحافظ لان الطريق ده عليه مدارس كتير على اليمين وعلى الشمال طبعا هو طريق اساسي ده. وطريق طريق حيوي هو طريق سريع وحيوي فطبعا حواليه قطع سكنيه غير لازم الطفل يعدي من الناحيه دي للناحيه دي وطبعا معظمهم بنات انت عارف طبعا القصه وحوادث كتير كل يوم ولحد دلوقتي الموضوع برضه متحلش فبنشد ان ان الحكومه يا ريت يعني يشوفوا لنا حل للموضوع ده حتى لو اشاره الكترونيه يا اهالي المنطقه بالفعل اطلقت عليه طريق الموت لانه يعني. اصبح طريق سريع ومفيش بالنسبه له تهدئه خالص للسيارات اللي هي بتمر بطريقه سريعه على الكوبري او بجانب الكوبري فاحنا شايفين ان الطريق اصبح طريق خطر فاحنا بنناشد من هنا برضو السيد المحافظ وبنناشد دكتور بكر عمنا يا ريت يا دكتور بكر تعملوا لنا حتى كوبري مشاه لكل محطة موجودة هناك للأمان وطبعا خوفا من كل يوم بنشوف عندنا أموات كتير بسبب هذا الطريق خوفا على حياة المواطنين اللي موجودين هناك وأطفالنا وبناتنا داخل المدارس اللي موجودة والكتلة السكنية اللي هناك وشفنا برضو هناك مع حضرتك بعض المعوقات اللي كانت موجودة هناك في شبرا الخيمة برضو بعض السلبيات اللي احنا كنا مع بعض واتكلمنا فيها شايف حضرتك ان شبر الخيمه رغم ان احنا شفنا ايجابيات كتير موجوده في شبرا الخيمه وشفنا انجازات كتير وشفنا طرق اتعملت وشفنا طبعا مظهر حضاري في طرق, أكيد طرق أكيد وشفنا أكيد. مدينه حضاريه اصبحت في شبر الخيمه أكيد. ولكن في جانب اخر اللي هو جانب من الملف لغايه كوبري عرابي او لغايه المرور اصبح برضو هذا الجانب مهمش ومكسر ولما اتكلمنا برضو في مع السيد رئيس حي شرق شبرا الخيمه قال في خلال ثلاث شهور هيكون الشارع والطريق ممهد للمشي ومرصوف بنامل في ذلك بصراحه يعني اديك شايف الطريق عامل ازاي تلال من الزباله في الشوارع اه الطريق اه المفروض ان هو وسع عن الاول بعد شيل الجزيره اللي في النص ولكن اه الطريق كله جراشات زي ما انت شفت ومفيش برضه حد المسؤولين برضه عاوز ياخد اي خطوه ايجابيه من القصه دي يعني. طيب لو حبينا نناشد السيد محافظ الالوبيه والساده المسؤولين اللي موجودين وبيشاهدونا نقول لهم ايه؟ بصراحه انا شايف ان شبرا الخيمه دي يطلق لها مدينه شبرا الخيمه زيها زي بانها بالظبط واحنا لا نقل عنها اي شيء بل احنا عندنا جميع المصانع في شبرا الخيمه وهي اللي بتدخل كل الدخل الالوبيه فبناشد كل الناس المسؤولين بالاهتمام بالشارع الشبر... الشبراوي بالذات وشبرا الخيمه والشارع الجديد لأن فعلا يعني حالة ما يقوش منها في موضوع الزبالة ده وموضوع الجراشات العمومية اللي موجودة في الشارع طيب بالنسبة لبقى حضرتك شايف إن إحنا في مرحلة فيها انتخابات مجلس النواب في الفترة المقبلة واللي إحنا الفترة اللي موجودة حاليا شايف حضرتك الشارع السياسي وشايف حضرتك ايه بالنسبة للانتخابات اللي إحنا داخلين عليها الأبواب هل هي ماشية في الشارع بانتخابات بين المرشحين بنزاهه او فيها بعض الالعيب اللي هي مش موجوده يعني بص يا فندم هو القصه كلها قصه المال السياسي دي احنا طبعا عشناها في مجلس الشيوخ اللي فات طبعا الناس كلها عرفت طبعا اللي حصل في مجلس الشيوخ واود يعني ان الموضوع ما يكررش تاني في مجلس النواب ان شاء الله مش هيتكرر تاني آه لان شعبنا قصة شعب واعي عنده ثقافه يعني حاليا كل المواطنين وكل الشباب تنزل في الانتخابات واختار صح لانك صوتك ده هتحاسب بيه قدام ربنا احنا بندعي الشباب معاك انك تشارك ومش شرط تختار حد معاه فلوس لان اكيد اللي معاه فلوس مش هي... هيعمل معاك حاجه لان اللي معاه فلوس حاليا احنا عارفينه وكان معانا في المجلس اللي فات وما عملش اي حاجه لشبر الخيمه فالناس تختار صح وتفكر بجديه وهي نازله تنتخب تنتخب اللي يخدم واللي معاه فلوس ومش هيخدم بلاش منه خالص طيب. ليه الشباب كان عندها عزوف او شايف ان هي كان في المرحله اللي فاتت في مجلس الشيوخ كان في عزوف بالنسبه للشباب والرجال بشكل كبير عن صناديق الاقتراع قصه عدم النزول من الناس لان الناس عارفه مين اللي هينجح ومين اللي ساقط المال السياسي كان باين قوي في الفتره اللي فاتت وكنا شا... كنا شايفين قدام الانتخابات كان ايه اللي بيحصل الشرط بقى والفلوس اللي كانت بتدفع وكل طبعا ده الكلام ده يعني الناس كلها شايفاه وعارفاه فاللي هينزل بيقول لك انا هنزل ليه؟ طب انت شايف ان في في أنا هنزل ليه؟ دي انا هنزل ليه ما انا عارف ان مين اللي هينجح وعي ثقافي للمواطن بعد مرحله الشيوخ احنا بالنسبه لينا في الوحده الوطنيه وشغالين على السوشيال ميديا وعلى الصفحات بتاعتنا بنوعي كل الناس ونقول للناس اختار صح وكل الناس طبعا السوشيال ميديا دلوقتي مش مخلي حاجه مش معروفه في في شغل الخيمه انا بتكلم على شغل الخيمه عندنا يعني في القلوبية كل الناس عارفه مين اللي شغال ومين اللي مش شغال ومين اللي كان موجود في المجلس وعمل ومين اللي ما عملش فيا ما نكررش الغلط ده تاني في مجلس النواب المره دي احنا عاوزين حد يشتغل بما يرضي الله ويخدم الناس مش شرط دلوقتي ان انت عشان خلاص المجلس قرب انت عمال بتعمل في خدمات انت فين كنت كنت فين من الاربع سنين اللي فاتوا ولا الخمس سنين اللي فاتوا بعض المرشحين بيشتكوا في الفتره اللي هي اللي احنا فيها حاليا ان في قطيعه واحده او فصيل واحد من الاحزاب او ده واخد الميادين كلها بلافتات واخد الساحه كلها والساحه كلها بلافتات حتى المرشح العادي مش عارف يحط لافته لي او بيحط اليافته اليافته بتاعته النهارده الصبح ما بيلاقيش الصبح بيشيلها وبيلاقي الفصيل الثاني هو أكيد. اللي بيحطها هو فانت هنا شايف حضرتك ان هي دي بالنسبه له برضه ده جواه خوف من المرشح ده او شايف بالنسبه له ايه؟ ده جواه خوف من المرشح ومن الشعب نفسه لان الشعب دلوقتي نحس حاسس ان هو شعبي واعي جدا وعلى ما أظن يعني إن الإنتخابات الجاية دي جميع الشباب هتنزل والرجال والسيدات هينزلوا وتقريبا بنسبة 90% هيختاروا صح. طب رسالة أخيرة بقى لشبرى الخيمة ومواطنين شبرى الخيمة ومسؤولي شبرى الخيمة فولا نقول لهم إيه قبل ما نختم في حلقتنا؟ شبرى الخيمة أنا بناشد السادة المسؤولين بنظرة شوية لشبرى الخيمة وشارع شبرى الخيمة والشارع الجديد لأن الموضوع فعلا موضوع سيء جدا وإحنا معانا الإمكانيات إن إحنا نعمل كده. احنا بنشكر حضرتك النهارده بشكر حضرتك وقبل ما اختم الحلقه بس انا بحب اشكر طبعا اهل بلدي محافظه بنسويف سويف واهلي اللي هم يعني مشرفين في كل حته واخواتي والناس كلها اللي واقفه جنبي في الوحده الوطنيه احنا بنشكرك النهارده ياسر بيه وسعداء بيك مشرفين وسعداء بيك النهارده في برنامجنا وزي ما عودناكم في كل حلقه بنقول لكم اللي بيحب مصر يخاف على مصر ولا اللقاء في حلقه قادمه قائمه تحالف المستقلين والتي تأتي في القاهرة القليوبية الدقهلية المنوفية الغربية كفر الشيخ قائمة تحالف المستقلين دعمكم شرف لنا رمز الثعلب رقم اثنين الإعلامي تامر بسيوني مرشحكم لعضوية مجلس النواب لسنة 2020 على قائمة تحالف المستقلين دعمكم شرف لنا الإعلامي تامر بسيوني رقم 2 رمز الثعلب قائمة تحالف المستقلين بكم قادرون وبكم نستطيع